تعرفوا نور؟ نور دي بنوتة عندها سنتين، عندها ثقب في القلب وعندها عيب في الحجاب الحاجز، مأثر على الرئة ومأثر على الجهاز الهضمي. على الرغم من إن عندها سنتين ما كانتش بتقدر تمشي. نور عملت العملية وفي خلال سنة بقت بتمشي. النهاردة نور في الحضانة وبتجري وتلعب مع الأطفال عشان مامتها عرفت تمشيها في الطريق الصح لجراحات قلب الأطفال.